السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي، قناه كوابالاتي شيوات. اليوم غادي نقدم لكم لي شوسون. الصراحه كيجيو لذادين ورائعين، نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. كيف كتلاحظوا هنايا عندي لي سوشون والام ديالهم. انا تعمدت انني ندير وحده هكذا كبيره والاخرين صغيرين، وكيف سبق وذكرت ان كيجيو صراحه رائعين، نتمنى تجربوهم وينالوا اعجابكم. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كيف كتلاحظوا معايا البنات، هنايا انا في البول ديال العجانه وضعت 12 معلقه كبيره مملوءه ديال الدقيق الابيض، 3 معالق صغار ديال الزبده بحراره المطبخ، 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون، ملح حسب الذوق. وهنايا درت كيف كتلاحظوا معايا ها هي تفاعلات، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وضفت لها معلقه كبيره ديال خميره الخبز حبيبات، يمكن لكم ديروا خميره الخبز الطريه. ودابا غادي نضيفهم على هاد المكونات وغادي نعجن عجينه لي شوسون ديالنا. غادي تلقاو البنات الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف، الرابط ديال الوصفه مكتوبه في صندوق الوصف. وباش نزيدو نرونو باش نعجنو عفوا الخليط ديالنا، غادي نضيفو شويه ديال الحليب، نعجنو هادشي ونشوفو كيفاش غادي تكون العجينه، ومن بعد نضيفو شويه ديال الحليب. غادي نضيفو شويه ديال الحليب البنات حيت الدقيق ما تجمعاتش. غادي نحصلو على واحد القوام بحال هكا، عجينه طريه اللي غادي ندلكوها مزيان، ومن بعد غنخليوها تتخمر تضاعف ضعف الحجم ديالها، عاد غادي نرجعو عندها باش نديرو بها لي شوسون ان شاء الله. كيف كتلاحظوا معايا البنات، القوام ديال العجينه ديالنا ها هو طري. غادي نخليها دابا، غادي نغطيها نخليها حتى يضاعف الحجم ديالها ومن بعد نرجع. كيف كتلاحظوا هنايا، بعد ما خليت العجينه تختمر وجدت الحشوه ديالي اللي هي متكونه بجوج بصلات، غادي تشحروهم مع الثوم مع شويه الزيتون وواحد الفلفل حمراء مقطعه حتى هي. المهم غتلقاو الرابط الوصفه في صندوق الوصف على موقعي www.latishiwat.com. هنا غادي نحتاجو شويه ديال طوماطيس سوليس، شويه ديال الدقيق، وهنا عندنا بيضه مخلطه مع شويه ديال الحليب باش ندهنوا لي شوسون ديالنا، ومن بعد نرشوهم بالخشخاش ولا تشيا ولا اللي عندكم اللي متواجد عندكم في البيت. ودابا غادي ندوزو العجينه بعد ما اختمرات، غادي نحيدو لها ها هي العجينه ديالنا، نحيدو لها الهواء وغادي نبداو ان شاء الله. هكا باش نحيدو لها هذاك الهواء اللي فيها، نقسمها على جوج ونترك هاد الكويره منا، وهذه غادي نبدا نشكل فيها لي شوسون ديالنا. غادي نرش واحد الرشه خفيفه ديال الدقيق كيف كتلاحظوا معايا، وغادي نبدا نورق. خصنا تكون العجينه رقيقه، كوني هاد العجينه كتجي جديده ورائعه، ويمكن لكم ديروا بها لي بيتزا صغار، تقدروا ديروا بها اي حاجه، اي حاجه مالحه، ايطالي مالح ماشي الحلو. ها انتما
كتلاحظوا السمك ديالها غادي يكون هو هذا بشحال ما رققناه غادي يكون حسن. ودابا غادي ندوزو نديرو هاد قطعوها بهكا واحد القطع دائري وهنا كيف كتلاحظوا معايا بعد ما قطعت هاد الدوائر غادي ناخد هاد البيض غادي نحاول نديرو غير هنا في الجوانب هكذا بحال هاد الشكل هذا وغندير شويه ديال لاصوص طوماط هنايا هكا في الوسط غير واحد شويه غادي نديرو شويه ديال الحشوه بحال هكا هكذا وغنشدوها هكا وغنلاقيوها مع بعضها بحال هكا هانتوما غادي تلصق حيت بدا هنا بالبيض ومن بعد غادي ناخدو واحد الفرشيطة وغادي ندكو على هاد الأطراف هكا باش نعطيهم واحد الشكل زوين هاد الشكل هذا وهاد الشوسو ديالنا واجدة غادي نعاود معاكم وحدة أخرى ونبقى عاد نسالي اللي بقالي المهم غندهنو غير هكا في الأطراف بالبيض هداك البيض اللي عندنا غنديرو هنا شوية ديال لاصوص صوليس بحال هكا ممكن ليكم تستعملو أي صوص حبيتو ماشي بالضرورة أنها تكون صوليس وهنا غادي نديرو هكذا العقدة شوية ومن بعد غادي نجيو ونلاقيو ضغطو مزيان نحاولو اننا من باش ما تخرج لناش هذيك ما تشاو كاع الا خرجت غادي نمسحوها هكذا شويه حيدوها من بلاصتها باش هكا تساعدنا على اننا نعطيوها هذاك ديكور الفرشيطة كما قلت لكم وها هي واجدة غادي نديرهم في الصني ديالي اللي مفرش بالورق ديال الطبخ حتى نسالي ونرجع معكم كيف كتلاحظوا معايا البنات بعد ما ساليت غادي ندهنهم بهذاك البيض زيان وغادي نرشهم سواء كما قلت لكم بالخشخاش او بالتشيا او السمسم اللي بغيتو جنجلان اللي حب الخاطر ما نخليهمش يخمروا غير نساليو خاصنا ندخلهم في الفرن اللي يكون مسخن من قبل وها هما بعد ما زينتهم التشيا غادي ندخلهم للفران حتى يتحمروا وغادي نرجع معكم وهانتوما البنات كيف كتلاحظوا بعد ما خرجنا لي شوسون بالفران هانتوما صراحه كيجيو رائعين بغيتكم تجربوهم وما غاديش تندموا هانتوما الورقه كتجي رقيقه ومرقه بحال الا تقولي العجينه المورقه وها انا درت لكم الام وبناتها اش حبيتو ماس الام وبناتها درت لكم لي شوسون ودرت لكم الام ديالهم نتمنى الوصفه تنال اعجابكم وتجربوها لا تنسوا تتبع القناه والاشتراك بتفعيل الجرس انا انتظر تعليقاتكم وانتقاداتكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله